رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك الله علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت الدرس 27 من كتاب الكواكب الدرية، شرح المتممات الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. والنائب عن الفاعل على قسمين، والنائب كي كنائب نقنا عن الفاعل فاعل على قسمين لا وقيب أدوي، ظاهر مد مقضي ومضمر من ضمير. نائب فاعل كوى اللب سيدة ذبا اسمه كوى اللب ظاهر مضمر سيدة راجحة. بعض العلماء ووحيدنا صادح ويكاد أقسام الاسم مركيكا الله مبهم بيقدره، لكن بعد البحث والتحقيق علماء مسألة هذا الضبط قشوا حيث مبهمكو اسم الإشارية اسم موصول هرت وحي كتير سيئن ظاهر إنه مضمر وإن لي يقانو وعلى بي الطوان لو متكلم شان مخادم شان غاية اسم إشارة لبي الطوان كاكا من معه، اسم موصول لبي الطوان كاكا من معه. قسم قولي أنا ما اسم مبهم وحي أدهان اسم إشارة هنا كلي ما تاجم كره إن مشار إليه اللي هلموه هذا كان كلي قد قام في عميس إلى هذا الرجل هذا بيت هذه امرأته. اسم موصول مرد أما يستر ما لا يتم إلا بسلة وعي لبض وضب وحبان لحديده مرك إبهامك كمان بحكران إلى اللي هلوحيد لما يستراي. والنائب كي كنائب نقنا عن الفاعل فعلك على قسمين لا بقي بضوي ظاهر قسمين كانت كبدش ظاهر أن أحدهما بسوء قدر أحدهما اللبا ذا قسمين كمذا ظاهر ومضمر وثانيهما كاللبا ذا مضمر واي. فالظاهر ظاهر كي نحو قول الله تعالى وإذا قرئ هدي لا أقرئ القرآن قرآن وإذا الواو بحسب ما قبله بعده إذا ظرف الزمان مركز كوبيس ممن على سكون في محل نصب مركز الله دائرة وحيدها إذا ظرف الماء لما يستقبل من الزمان خافض لشرده ومنصوب بجوابه مضمر مع الشرد مبني على سكون في محل نصب. قرئ فعل ماضي مغير الصيغه سي مبني للمجهول قران كلمه واخ جهل لغا سوغيها قران كما جرو واخ كاست الهي وا اوغيها واخ كاست الهي وا اوغيها والله بكل شيء عليم. مركه اسا waxay dhaan taaduban quriya mughayyir siiqa maldi quraanka wuxuu ku soo aruro u dhisan marka mughayyir siiqa waxaa laga wada siiqadii uu dhisnaa maadiga qaraa musamahay umba la dooriyo quri alay ha daraba duriba qada qudiya. قرئ فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محله من الإعراب. القرآن نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر وضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل ضرب فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محله من الإعراب. مثل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر قضي الأمر قضي فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح قضي فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محله من الإعراب. الأمر نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر قتل الخراصون قتل فعل ماض مغير الصيغه مبني على الفتح لا محله من الاعراب. الخراصون نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضم لانه جاء مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم مفرد. يعرف المجرمون يعرف فعل مضارع مغير الصيغه مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره. المجرمون نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضم لانه جاء مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم مفرد. يعرف روحوك يعني مسألة مهمة هل كقوة سالم مثال ظهور نن فعل كماضي مغير صيغها ظاهر كالقرآن كوكا كان ماضي وضعها. يعرف روح فعل مضارع لا يفعل لو فعل باقات فعل ماضي فعل مضارع أمر مقات تبع أمر لا يفعل مقات قواعد جود ولا قتاج روحينا فعل أمر فعل أمر لا يفعل مقات فعل ماضي لما توكيد هكذا فعل ماضي لا يلحقه نون التوكيد هذا ولغا أركت نون التوكيد مضارع يا أصل وأمر رواقلا أمر رواقلا اضربا اكتبا لكن فعل ماضي ولا يلحقه نون التوكيد فعل ماضي بألا اسكجر والمضمر ضميرك فعل ماضي ونون التوكيد كجرى أركميس
واح نون التوكيد وياك باينوس وسعة مركي هذا أركيدوت لكن نون التوكيد لا يلحق نون التوكيد محله والمضمر ضمير كنا حضرب توال قرع وضربنا وانا لقرع وضرب توال وقرع إلى آخر ما تقدم لا قرع وحي صهر مر في فصل المضمر فلا حاجة إلى الإعادة بوله مركا كعير ما ينوله ضمير سيدي سبا سدح قاعدة لا يقبتا مضمر أما ضمير كو عددها والابية طبعا مضعف ما جاء من أنواعه من 12 لابية طبعا كان مضعف لابية طبعا كان صدح من قيب سمان الله متكلم شان مخاطب شان غائب الله متكلم شان مخاطب شان غائب حكم كالضمير ومبني إلي عرقت والضمائر كلها مبني كد متصل منفصل بارز مستطر وصيك هلب لكن أرنت قدوا أنت مضمر وميق والمضمر 12 والابية طبعا ما يقول قيب سماع صدح لوا متكلم شان مخاطب شان غائب حكم كيس مبني والمضمر ضمير كي نحو ضربت وضربت فعل ونائب فاعل بعد حد الفعل الضرب ضرب فعل ماضي مبني للمجهول انما اسك عربي سي ضرب فعل ماضي مبني للمجهول ضرب فعل ماضي مجهول ضرب فعل ماضي مغير الصيغ ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل بيت كثر بتعديه كرت هنا دو عربيه وحا اسك بدايه ضربت فعل مركي لي وانا ضرب فعل ماضي مبني للمجهول كاسي وبني مبني للمجهول مبني مبني للمجهول مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك وتاء نائب فاعل مبني على الضم في محل رفع وضربنا الواو حرف عطف ضربنا فعل ونائب فاعل حد الفعل الضرب ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك ونا نائب فاعل مبني على السكون في محل رفع وضربت الواو حرف عطف ضربت فعل ونائب فاعل حد الفعل الضرب ضرب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء نائب فاعل مبني على الفتح في محل رفع الى اخر ما شيء اخر كي لا يقال تقدم صهر مر لكن لو نقي حرف استدراج محل استدراج باو المفعول الذي لم يسمى فاعله روح باللوغ محو ملينا اما سيده ظاهر كما كم قت نائب فاعل وحنقون كر كليها مفعول به روح باللوغ اساسه ملينا نائب فاعل مركب مفعول به كلي عن نقطة ما لمركب مفعول به عن نقطة وحاكلوا النقطة مست ظرف جاري مجرور أفرو لكن لو قلنا قي يبنى والله بنين الفعل فعل كل المفعول بالله بنين والله قوي ذا مبني للمجهول هاد أقو للمفعول إذا نها هو ملاين مفعول حاله مفعول الذي لم يسمى فاعل مجهول بالله بنين لكن لو قلنا قي يبنى والله بنين الفعل فعل كل المفعول بالله بنين مجهول با لو من ويانوم وحنائب كان نقني عن الفاعل فاعل كواحد المد ومن أربعة أفر أرهم حقود كأهد بل بخمسة أمور نوالي خمسة وحيكوة وضع جملة نائب فاعل بعض العلماء بانقبة أربعة والإسكوة فقسية ومفعول به مصدر يظرف يجاري مجرورة كشنا جملة كوضع بعض العلماء بعض العلماء فيرهد واحد من أربعة أمور بل خمسة الأربعة المذكورة والخامسة الجملة ما جمل أركا هو صاد وينوب عن الفاعل بعد حذف واحد من أربعة أمور بل خمسة الأربعة المذكورة والخامسة الجملة توي ليسكم أي يرافقين لكم حقا لأن الأصح سيدا صحيح ما خلاف الصحيح بابا خلاف الأصح أنها تنوب عن الفاعل وي بعض العلماء بقى وينوب حنائب كنقني عن الفاعل فاعل كواحد من ضمن أربعة أفر حقيقة كال الأول ككبال المفعول به ورلا عنوى كاس كما تقدم سيدي سورمة ضرب زيد عمرا زيتي قو ضرب عمر مفعول كي ينسوجد مارك فرت فعل وقد ما ديه وحنوه مرفوعا بعد أن كان منصوب وفضلة بعد وعمدة بعد أن كان فضلة الأول ككبال النائب فاعل نقض المفعول به وي كما تقدم سيدي سهر مرت وبعد حذف الفاعل فاعل كي مركي لحد فعل كينا مغير الصيغه لا دغ واحنا فاعل نقض لمبركو مفعول به مركو مفعول به نقضها حكم كي فاعل بو قادن حكم كي فاعل او اه مرفوع نمدي عمد نمدي اثاني كلام الظرف ظرف وي زماني يا مكاني ملكو دوني هنو ظرف الزمان وظرف مكان لا فرق نحو جلس وحال فريست أمامك هرت هذا لفريست جلس وحال فريست أمامك هرت هذا لفريست وظرف مكانك وصيم وحال صوم رمضان ورمضان في هذا
جولي سوال فريستي أمامه مين كم يدين قد أمامه وأنا قاعد أمامه ما الله يا أمامه ومين قدي مين كذا ما قدي كاس على رم جولي سوال فريستي أمامه كهرت هذا على فريستي جولي فعل ماضي مبني للمجهول أسك عربي من علفة لا محله من العرب أمامه نائب فاعل بعده أمام نائب فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أمام مضاف الكاف مضاف إليه من علفة في محل جر وصيمة وحال صوم رمضان وصيمة الواو حرف عطف سيمة فعل ماضي مبني للمجهول سيمة فعل ماضي مبني للمجهول مبني علفة لا محله من العرب رمضان نائب فاعل هذا رمضان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع رمضان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر فعلها رمضان ونائب فاعل وظرف الزمان أمامنا ونائب فاعل وظرف مكان مقر لبض ظرف بوه نقوة الثالث قصد هذا نائب فاعل نقض الجار والمجرور وإجاري مجرور نحو قوله تعالى ولما سقط مركي لغد عي في أيديهم قعمهود أي شلاي وين ندموا ويمرقودين قوما موذين ولما مركي سقط لغد عي في أيديهم قعمهود فيري هذا السيدة نائب فاعل كاللوه كان اسكجرها غير المغضوب عليهم تحت أقاربا كدقائي غير المغضوب عليهم المغضوب هذا واسم مفعول اسم مفعول نائب فاعل مقاتل اسم مفعول نائب فاعل اسم فاعل فاعل اسم فاعل فاعل اسم مفعول نائب فاعل ولما الواو حرف عطف الواو بحسب ما قبله الواو للاستئناف ديكو عداوي ولما الواو حال يرها مركا وحادي بحسب ما قبله ماده لما ضوال اسكو يرقبت قار وحي له لما حرفه مركا دي وحبا كاغان بار قار وحي له ما واحينيه واحينيه وحي كوضان لما ذرف الزمان بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب او حي كدغنت ولما وقتي وي مركا ولما وقتي ولما مركي ولما سقيد مركي لو دعي مركا ندا حينيه ده لما حينيه يا لما حرفية أكل الجرت إسكاجر هاد أكل كانوا كوش في روحه لما ظرف الزمان بمعنى الحين سمار وهو ما ذهب إليه بعض النحويين وذهب الجمهور إلى أنها حرف قارا وحيله وأسك حرف وحوين مجر سقط فعل ماضي مغير الصيغة مبني علفة لا محله من الإعراب سقط فعل ماضي مغير الصيغة مبني علفة لا محله من الإعراب في أيدي في حرف الجر أيدي أنت كنت اسم مجرور بفيه علامة جره كسرة مقدرة على الياء يا ذلك قدر إسا منع من ظهوره أثقل أيدي مضاف لها ومضاف لما من على كسر في محل الجر والميم علامة جمع الذكور انتهى مركا الضم إسا وحادي هو الجار وفيذا والمجرور أيدي الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن نائي فاعلك وكاس والرابع كأفراد المسدر ومسدر وينحو فإذا نفق هذه الأفوه في الصور بمكان بونك نفخة أفوفد واحدة كلي فإذا ألفه بحسب ما قبله إذا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب نفخ في فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محله من الإعراب في سوري جارية مجرور نفخة نائب فاعل مصدر نوي نفخة نائب فاعل مرادك محل شاهد نفخة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر واحدة نعت أما صفة صفة النفخ وصفة المرفوع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ولا ينوب النائب كما النقض غير المفعول به مفعول به وحانهين مع وجوده مفعول به غالبا سيدبضا بعض العلماء سيقبان ولا ينوب النائب مبا النقض غير المفعول به مفعول به وحانكاين مع وجوده مفعول به غالبا سيدبضا هذه مفعول به اللي هلك ظرف مصدر يجار مجرور ما شيء إيمان مايان وإذا كان الفعل هدويه مثلا مهم وحلقا كو ختمي فعل كو هدويه متعديا من قد بل اثنين سي كوبا فير أفعاش الله بقى الله كراغا لازم إيه متعدي مثلا ذا وحاقات اسكاقالي هورت صرفية نحو ذا ويصوير قشا لكن لازم وضم عين معداه ويندور ذا كسر كما لازم ذا ضمن يحتمل عمونا مركا لازم وحيكو ذا مكتفى بالمرفوعي مرفوع حدوه كابتن سيدا قام زيد وحوكار وضم المجر واحد جوارحه كان عنا وحيدا غالبا متعد ضرب زيد عمر قتل وحي جوارحه كان عنا وحيدا متعد
مركا لازم هي متعدي بظهرته وكلا قادي لازم مكتفى بالمرفوع فاعل بكاربا قام زيد بس واركينا وارنا ماشت متعدنا وحاوي يتعدى إلى المفعول كاسا سيقا يسمى وردير لكن سيكوبا من مفعول بها المفعول بوقاتا سيدا ضرب زيد عمرا من مفعولين بوقاتا من يتعدى بنفسي من يتعدى بحرف ما قال من سدح مفعول قاتاج سدح مفعول وإذا كان الفعل هدويا فعلكم متعديا من قد بأي الاثنين لابو لابو ذا أولي بنا أين أهين بأي دحان أصلهم المبتدأ والخبر ظني أخوات كذبوا إسكا سارا كوا حكسر من بكله كوا كبح ماشي كوا كبح وإذا كان الفعل فعلكم هدويا متعديا من قد بأي الاثنين لمن مفعول جعل وحالقي لأحدهما متكون نائبا نائب عن الفاعل متكون نائب فاعل كده وينسب ثاني كلابنا ولا نسبنا منهم على بعض هذا كمل نحو أعطي زيد وحلسي درهما وحيا هالفير أعطى محمد وحوسي زيدا درهما أعطى محمد زيدا درهما مركة لبدي مفعول من نائب فاعل كده فير كان نائب فاعل كده ومفعول حقيقة هو مفعول أعضي وحال سي زيد زيد درهما أعضي فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محله من الإعراب زيد النائب فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر نبه أن زيد هذا هو مفعول أعضاؤه لكن هذا هو النائب فاعل إن اللبذي مفعول من نائب فاعل كديال درهما مفعول به منصوب علامة النسب فضعة ظاهرة في آخر وإذا كان الفعل فعل كهدوية متعديا مذ قد بها الاثنين اللبذي جعل وحلقي لأحدهما اللبض عميد كمذا نائبا عن الفاعل فاعل كانوا نائب كالنغض وينسب ثاني كاللبض وعلى نسب منهما اللبض وكمذا نحو عدي وحال سي زيد زيد درهما باب المبتدأ والخبر والله أعلم.